نختار البامب سيلكشن الكرايتيريا المعايير اللي بناخذهم بعين الاعتبار. بناخذ الفلوريد بياخذ السرعه، بناخذ بعين الاعتبار البريشر ريتنج، ناخذ البرفورمانس. والبرفورمانس بين قوسين بدخل فيه الافشنسي. بعدين ناخذ ريلايبيليتي، برفورمانس ريلايبيليتي. اللي اخذوا ام اس دي اذا كان شو ريلايبيليتي؟ ايش ريلايبيليتي؟ قد ايه ساعة موجود او قد ايه هذيك الافيلابيلتي؟ الافيلابيلتي اوكي. اذا بدنا نكون دقيقين، الافيلابيلتي هي قديش نسبة الوقت اللي السيستم افيلابل حتى استعمله. فبنقول 98%، يعني 98% of the time السيستم افيلابل، يمكن استعمله يمكن ما استعمله. واذا 98% افيلابل يعني 2% ان افيلابل، يعني في عطل معينة او شيء زي هيك. الريلايبيليتي اذا بدنا نكون، هلا في ناس بربطوا الريلايبيليتي والافيلابيليتي لانه بقدر احول من واحد للثاني. اذا بدنا نكون دقيقين، الريلايبيليتي هي probability of failure of the device during a certain period of time. يعني باجي بقول احتمال انه هذا الجهاز يتعطل خلال فتره سنه هو مثلا 1 بال1000 او 1 بال10000. هلا بقدر الاثنين اربطهم في بعض، ها؟ بقدر احول من الريلايبيليتي لافيلابيليتي ومن افيلابيليتي للريلايبيليتي. اوكي، احيانا بنحطها، هلا احيانا في ناس بيحكوا كلمه ريلايبيليتي وبقصد فيها الاشياء انها افيلابيليتي وريلايبيليتي. اوكي، نعم عارف. افيلابيليتي برسنتج اوف تايم ديورينج which the system مش running. ما قلنا running لان انا ممكن ما اشغله، بس هو available يعني خلال الفترة هاي. مثلا example بنقول 98.3%، يعني هو available لنسبة 98.3% من الوقت، وان available ل 1.7% من الوقت. وإذا بتتذكروا حكينا أو ما حكيناش هون في هاي المحاضرة، بس الـ availability بقدر أحسبها على إنها الـ mean time between failures على الـ mean time between failures زائد الـ mean time to repair. أوكي؟ الـ mean time between failures هو الـ average time اللي السيستم بيشتغل بين الأعطال، 20,000 ساعة، 30,000 ساعة، 10,000 ساعة. والمين تايم تو ريبير هو الافرج تايم اللي باخذني حتى اصلحه. وهذا طبعا مشكله راح يكون اذا كانه باخذني فتره طويله. فممكن اذا بدي احسن ريلايبيليتي يا بصغر هذا الرقم يا بكبر هذا الرقم، يا بخليه يشتغل فتره اطول بدون ما يتعطل. وكمان بقدر احسنها انه لما يجي يتعطل عندي سبير بارتس وكورتي جاهز عندي والاكسسبيليتي سهله، فبقدر اصلحه بشكل اسرع. اوكي؟ الريلايبيليتي the probability of the system. انا راح اقول failing هي واحدة بتكمل الثانية. اذا قلت failing يعني واحد ماينس، مش probability دائما هي واحد ماينس احتمال يصير حدث معين هو عكسه. probability of the system خلينا نقول not failing. Not failing in a defined period of time. فمثلا example انه نقول probability of not failing مثلا 1 times 10 to the minus 4 in a year. فعمالي بقول يعني احتمال انه يتعطل خلال سنه، لو لفتره سنه كامله 1 times 10 to the minus 4 يعني 1 بال1000 ولا 1 بال10000؟ 1 بال10000 الاحتمال. فاحتمال انه ما يتعطل 1 ماينس 1 في 10 قوة 10 1 تايمز 1 تايمز 10 تو ذا ماينس 4. اوكي ماشي، هذا التعريف واضح؟ availability و reliability.
وفي بينهم ارتباط وفي معادلات. هذا ما راح ادخل فيهم، المهم نفهم هلا هم ممكن مرتبطين في بعض بس التعريف الدقيق هذول مختلفين تماما عن بعض. ريلايبيليتي بعدين ناخذ هون المينتننس كمان لازم اخذها بعين الاعتبار. ايش طبيعه المينتننس؟ الكوست وكمان هي. هلا النويز ممكن يكون مشكله في اماكن معينه، ممكن ما يكونش مشكله في مكان ثاني. هاي هي الاشياء اللي لازم ناخذها بعين الاعتبار. فما بدي اجي اختار بامب لازم اطلع في البدايه ايش الفلو ريت المطلوب، ايش السرعه المطلوبه، سرعه اذا كانه مثلا عمالي هون البامب عمالي بلف على سرعه معينه قديش هاي السرعه. بريشر ريتنج ايش البريشر اللي بشتغل عليها. طبعا هو هون مش ذاكر فكره انه بدي انا دايناميك ولا بوزيتيف ديسبيسمنت، وبدي فاريبل ديسبيسمنت ولا كونستنت ديسبيسمنت. يعني من الاشياء هون كمان لازم اخذها بعين الاعتبار تايب اوف بامب، هل بدي دايناميك. هو عم بركز بشكل عام على الكتاب، هلا يمكن يكون لانه هو عنده خبره احسن منا فمعتبر انه معظم التطبيقات بتكون بوزيتيف ديسبيسمنت. بس احنا بدنا نرجع اللي درسناه في الماده، بدي اقرر هل هذا التطبيق بحتاج. هلا عاده الدايناميك بتكون لايش؟ للترانسبورت اوف فلويد، مضبوط متذكرين؟ في حين البوزيتيف ديسبيسمنت بتكون بالفلويد باور سيستم. بعدين اذا قررت اني بوزيتيف ديسبيسمنت طبعا بدي اختار شو النوع. اذا اخترت بوزيتيف ديسبيسمنت بدي اقرر انه بدي اياه كونستنت ديسبيسمنت ولا فاريبل ديسبيسمنت. شفت اللي حكينا عنها قبل شوي الديجر، هاي اللودر تبعت الماني كانت تستخدم فاريبل ديسبيسمنت، بدي انا اتحرك بسرعات مختلفه فبدنا اغير الفاريبل ديسبيسمنت. فهذا اذا كان قرار ثاني كمان بنطلع على نوع البمب. هاي من الاشياء الثانيه لازم ناخذها بعين الاعتبار. اوكي هاي الكرايتيريا اوكي اطفيها خالص. اذا الكرايتيريا